مجلس الوزراء يوافق على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني، وشركة مياهنا تسيطر على تغير طفيف في نوعية المياه بالزرقاء. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يكشف عن طرح عطاء استكمال طريق إربد الدائري منتصف العام الحالي. وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعلن عن تأهيل 3 شركات لنقل 10,000 برميل نفط من العراق إلى الأردن بواسطة الصهاريج. إغلاقات وتحويلات مرورية على تقاطع المدينة الرياضية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لتنفيذ أعمال ضمن مشروع الباص السريع. والقبض على مطلوبين بحملة أمنية في إربد. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بشأن فلسطين.